ذكر مصدر عسكري يمني أن الضربات العسكرية في محافظة صعدة كبدت اليوم المتمردين الحوثيين خسائر كبيرة ومكنت القوى الأمنية من السيطرة على عدة مواقع ودمرت عددا من الأوكار والسيارات المحملة بالأسلحة. وقال المصدر إن عددا من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم فجر اليوم أثناء تسللهم إلى نقطة أمنية في منطقة المقاش، فيما وجه سلاح الجو ضربة موجعة لموقع تابع للحوثيين كانوا يستخدمونه في أعمال قنص ضد المواطنين، كما تم تأمين عدد من الطرق في عدد من المناطق. القصف الجوي المكثف كان العنوان الأبرز لأحدث مواجهات الحرب السادسة بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين. أحدث ما وصل من أنباء عن جبهة الحرب المشتعلة منذ أكثر من أسبوعين في كل من صعدة وعمران هو ما جاء في بيان الجيش اليمني الذي قال إن طيرانه واصل قصف المتمردين الحوثيين في عدة مناطق في هاتين المحافظتين. الجيش قال أيضا إنه كبد الحوثيين خسائر كبيرة، مضيفا إن الحوثيين اختطفوا 4 مواطنين وقتلوا وجرحوا آخرين. في المقابل ذهب بيان للمتمردين الحوثيين إلى القول بأنهم تمكنوا من وقف زحف الجيش في حرف سفيان بمحافظة عمران رغم محاولاته المتكررة للتقدم في هذه المنطقة. بيان الحوثيين قال إنهم دمروا 5 آليات ما بين مدرعات ودبابات. ومع استمرار القتال أعربت كثير من المنظمات الإنسانية عن قلقها مما وصفته بتدهور الأوضاع في المنطقة، ودعت هذه المنظمات طرفي القتال إلى وقف النار والسماح للمدنيين بالخروج وفتح المنطقة أمام المعونات والمساعدات. بدورها أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تسهيل وصول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى مناطق تجمع النازحين نتيجة الحرب في محافظة صعدة. زين الفايز، العربية.